نهار 14 جانفي يوم تاريخي، من هبطت للشارع للي نهار كامل قدام التلفزة ولا الراديو يستنى في جديد. العشية التليفونات كلت بعضها، تيهم قالوا هرب ورتحنا. ليه؟ كيفاه؟ يمشي ويسلم معناها؟ زعما بالحق خاف من صوت وحدة الشعب ولا باش يرجع لنا ويعمل فينا؟ هرب ولا يهرب؟ وظهر لي السيستم الفاس تمشي على روحه باش نشوفوا تونس جديدة فيها شغل وحرية وكرامة وطنية. أما اليوم بعد 10 سنين وزوج شهر و 12 يوم ما نجمش نحسب السوايع، ومازالوا فما ناس عايشين على الخبز والماء، حتى الماء مش خالطين عليه. هذا معناها انه السيستم ما تبدلش، بل بالعكس لقى ظروف مناسبه باش يزيد يتعمق ويترسخ في المجتمع نتاعنا. للي ولينا نشوفوا في نساء يموتوا في ثنيتهم للسينية، وبنات يموتوا في ثنيتهم للمدرسه، واحنا ساكتين تعرفوش علاش. السيستم عاش قصه حب كلاسيكيه. القصة هذه كانت مع الجهل. القصة هذه مميزة ما في المعنى السلبي بالطبيعة، في أنها خذيت من كل قصة حب أخرى الخايب فيها باش عملتنا الخليط العجيب اللي قاعدين نعيشه فيه اليوم. خذيت خوف جميل وبوثينة، سذاجة روميو جولييت، كذب فرانكو وإيبريل، استغلال مالكوم وميري، وأنانية روز وجاك. ومن غير ما تقولوا لي ليه كان طلعت فوق اللوحة ما عادش رومانتيك الحكاية. صحيح سيستم حب الجهل قبل الثورة، وجات الثورة كيما الشخصية الشريرة وحبت تفرقهم. أما ما نقلنا قصة حب كلاسيكية ولا يعني رغم العواصف والزلازل حرفيا السيستم رجع مع الجهل وخير من قبل، على خاطر قصة حبهم كانت صحيحة والمنفعة فيها متبادلة. الجهل يعاون السيستم باش يغطي على المشاكل الموجودة في البلاد، والسيستم يعاون الجهل باش يزيد يتعمق في المجتمع متاعنا. وإحنا كشعب قعدنا في دوامة حب السيستم والجهل، مرة يضرنا السيستم بالتهميش ومرة يضرنا الجهل بأننا ساكتين وقابلين الوضع. أما الثورة حاولت تفشل العلاقة التوكسيك اللي دمرت برشا عباد معها، وقت اللي قريب تنجح. السيستم غطى عليها والجهل سكتلها صوتها وإحنا طفينا الضوء. تطابق المثالي بين السيستم والجهل سبب لنا أكبر أزمة تواجهها الإنسانية، واللي هي التغير المناخي. فما برشا فيك باش يقولوا تفدينا منها الحكايه، وزيد احنا ما نشاركوش برشا في التلوث، وزيد ما عندناش فلوس، يعني وضعيتنا صعيبه. وفما شكون باش يكون اكثر ايجابيه وباش يقول اش معناها تغير مناخي، معناها نشره جويه. بطبيعه قلت ايجابي على خاطر على الاقل حد يعرف ويسال. السيستم خلينا كيما برشا دول نستغلوا كل ما هو موجود على الارض بشكل مفرط، بالإنسان إنه تحرمنا من حقوقنا الأساسية، والحيوان إنه رديناهم في خدمتنا نعملوا بيهم وفيهم اللي نحبه. يعني الثورة حاولت تفشل العلاقة التوكسيك هذه، أما إحنا طفينا الضوء. الرأسمالية المتوحشة خليتنا ناكلوا بعضنا، وخليتنا ما نعرفوا حتى شيء على بلادنا وعلى مستقبلنا. المجتمع الاستهلاكي خلينا في دوامة إننا ما نخموش حتى في مستقبل صغارنا. وتوا عنا كورونا، أكبر أزمة يمكن شفناها في حياتنا، أزمة خليتنا ولو شوية نخمو في مستقبل صغارنا. صغار باش يعيشوا في عالم متبدل ملوث فيه جميع أنواع الكوارث الطبيعية ونزيد فيه أوبئة. باهي باش تقولوا نعطي في خطاب سلبي، وإحنا توا يلزمنا برشا تفائل، يعني الوضعية الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الكل داخلين بعضهم، ومحشتناش باش نحكي على التلوث والتغير المناخي. صحيح، أما هذا خطاب واقعي، هذا الصوت اللي نحبو نسكتوه باش نعيشو في اللحظة. أما كي تولي اللحظة فيها كورونا، كي تولي اللحظة فيها ماسك وتباعد وإجراءات عمرنا ما شفنا كيفها قبل، عم ناول الوقت هذا بالضبط مارس 2020، عمرنا ما كنا نخمو شنو باش يعمل فينا السيستم والجهل. وبعد في عامك هاو عشنا أخيب فترة في حياتنا، اللي قتلت أكثر من 8600 تونسي وتونسية، واللي حرمت الغني والفقير من برشا حاجات. أما بالطبيعة درجة مختلفة، مش كيما الغني اللي نجم يلقى رعاية صحية وقت اللي يحتاجها، مش كيما الفقير اللي ما عندوش حتى حق ماسك، الفقير اللي ما عندوش كياس يهزو للسبيطار، والفقير اللي ما عندوش ما باش يغسل، ما عندوش ما باش يشرب أصلاً. كورونا خلتنا نشوفوا الهوة الموجودة في المجتمع متاعنا بين المحظوظين والمتعين بامتيازات، والمهمشين اللي ما عندهمش أبسط حقوقهم الاجتماعية. كورونا زادة كشفت على سنوات من إهمال قطاع أساسي لأمن الدولة، واللي هو القطاع الصحي اللي مهترئ لدرجة إننا ماناش مستعدين حتى مرض يجي لبلادنا، خلي عاد كتب جيحة عالمية. وكورونا زادة حطت
قطاع أساسي في محاربة الجهل واللي هو التعليم في خطر الاندثار، على خاطر ما عنا حتى حل باش نقرأ في وسط جائحة عالمية ولا كارثة عالمية. أما تعرفوش مشكلتنا شنو؟ بطبيعة مشكلتنا التغير المناخي، أما مشكلتنا إن في ساعة ننسي، في ساعة تصير حكاية تكل عليها الدنيا بعضها، الناس كل تحكي، الناس كل حالة لايف في فيسبوك، وبعد في أقل من شهر ساعات في جمعتها تتنسي الحكاية وما عاد تلفت لها حد. نفس الحكاية صارت مع حيوانات البلفيدير، نفس الحكاية صارت مع نفايات إيطاليا، نفس الحكاية صارت مع ماهي اللي هزها الواد، ومع بارشة مشاكل اجتماعية وبيئية. أما تصورش ننسيو كورونا، واللي هي حاجة باهية بالطبيعة، أنا ما عادش خليو أزمة كيما هكا تتعاود لبلادنا، على خاطر النسيان بلوتو التناسي نتاعنا قاعد يقمع في أي واحد يناضل ضد السيستم الفاسد والجهل. السيستم كي يصنع بأي مجموعة تناضل من أجل كوز ولا قضية ما، يحاول يسكتوا، يحاول يقمعوا. في يوث فور كلايمت تونيجيا واللي هي حركة شبابية، احتجاج نشاطنا الأساسي بليتو هو الاحتجاج من أجل العدالة المناخية والاجتماعية، ونحتاج ضد اللامبالاة السياسية وضد التجهيل والتفقير. في الحركة هذه ديما يجينا نقد، بون خلينا نقول نقدك هاو، أما ماهوش نقد بناء جملة، بالعكس نقدي طايح المفركيب، نقد من نوع أنتم صغار برشا، يعني ما عندكمش حق تحكيوا في حاجات اكبر منكم، ما عندكمش حق تحكيوا في السياسه. يقولوا لنا انتم صغار برشا، انتم كي تكبروا 50 سنه اخرين تتحلوا الازمه المناخيه اللي هي صايره توا توا. يقولوا لنا خاصه انتم صغار برشا لازم تكونوا متفائلين، لازم تكونوا ديما فرحانين. بلي عطينا لاستيوس باش نكونوا فرحانين في عالم كيما هكا؟ بطبيعه احنا متفائلين، راه كي جيناش متفائلين راه ماناش نحكيو على مستقبل، خاطر عندنا امل انه شعبنا قادر انه ينهي التغيرات المناخيه والتلوث. يعني فم برشا عبيد يسيبوا المطالب الاساسيه نتاعنا والهدف نتاعنا اللي هو العداله الاجتماعيه والمناخيه، وان يكون عندنا مستقبل اصلا، ويحكموا على شكلنا، اقوالنا، الديسكور نتاعنا. وهذا بالضبط اللي يخلي برشا قضايا اجتماعيه وبيئيه تضيع في وسط سيستم فاسد عايش على جهل. حقا شو ندخل عدالة المناخية في الاجتماعية؟ بني مرة نحكي على المناخ ولا نحكي على الفقر الجيل هذا هذا؟ سؤال باهي بطبيعة، هذي أول خطوة باش نواجهو المشاكل متاعنا، إن نحاولو نسألو، إن نحاولو نعرفو، إن نحاولو سيغتو نبدلو معتقداتنا وأفكارنا الراسخة. قداش من مرة نبداو نحتاجو من أجل المناخ، نبداو نعيطو لقراجلنا تبحاح، يتعدى شكون يقولنا إيه يا أخي هبلتو تحتاجو على الطقس؟ وفما واحنا في بالنا اللي التغيرات المناخيه هي تسكي جماليه المدن ولا شويه فضلات نلموهم وقت اللي المسؤولين يجيو في الاعياد والمناسبات. اش خصك جات الازمه المناخيه حد جماليه المدن؟ راني مانيش لهنا اصلا. التغيرات المناخيه عشناها في فيضانات 69 2003 2018، فيضانات كل عام نعيشوا فيها، في البرد اللي تعفي هي للشمال الغربي، عشناها في سخانة جويليا 2019، وعشناها في فقر والتجويع، وعشناها سنة مارس 2021 في انفجار معمل الاسفلت في جيبس. يمكن الانفجار هذا مش مربوط بالضبط بأثار التغيرات المناخية، أما مربوط بالعدالة الاجتماعية والبيئية. يعني ما نجموش نحكيو على عدالة بيئية من غير ما نحكيو على عدالة اجتماعية، خاطر ما تصير واحدة إلا ما تصير الأخرى. كي نظن اللي ما عاد جهات كاملة تموت من الماء والهواء الملوث، كي نظنوا اللي الجهات الكل عندها ماء نظيف، عندها كيس، عندها سبيطار، عندها مدارس، واللي هي ظهر لي حقوقنا الاساسيه. كي نظنوا اللي ما فماش فرق بين الغني والفقير في فرص التعلم ولا التشغيل، وكي نظنوا اللي ما فماش فرق بين المراه والراجل وقت الخلاص، وقتها نجمو نكونوا كان متاكدين اللي سياساتنا البيئيه على الطريق الصحيح، وخاصه تحترم حقوق الانسان، حقوق الاجيال القادمه. ليه تا واش نعملوا معنا بعد الحديث هذا الكل؟ سؤال باهي مرة أخرى، أما سؤالي تسأل المسؤولين، راه مش طفلة عمرها 17 سنة، أما يسالش نجاوبكم. Think outside the box، كليشيه right؟ يعني ما تقعدش جست في اللحظة اللي أنت فيها، ما تشوفش جست حد ساقيك، حد اللي تشوفيه كل يوم، ما تقعدش سيختو مكبل في أفكارك ومعتقداتك الراسخة اللي قلتها يمكن المرة الثالثة ولا الرابعة. كن منفتح على العالم، على مشاكل العالم، على الناس، على مآسيهم، على معاناتهم، and speak up، احكي عليهم، احكي على معاناتهم، دافع عليهم. احنا كناس ككائنات حية كلنا مشاعر، كلنا احاسيس، وكان ما نشبش نستغلوها لمصلحتنا ومصلحة شعبنا،
باش نقعدوا في دوامة المجتمع الاستهلاكي ورأسمالية اللي ما خلتناش نخمو لا في رواحنا لا في شعبنا، خلتناش يكون عندنا حتى موقف من الحياة. يلزمنا ثورة، ثورة الأفكار، ثورة المناخ. احنا كشباب كجيل جديد تربينا مع الثورة، عشنا مع الثورة، عشنا مع مبادئ الثورة، مع الحرية وحرية التعبير. نعرفوا الديكتاتورية والقمع والظلم ما يلزمناش نسكتوا عليهم، ونعرفوا شو معناها كرامة وطنية اللي ثورة تحقق بذوي. نعرفوا اللي الناس الكل عندها الحق تعيش حياة كريمة. الجيل اللي تربى مع الحرية ما نجموش يقمعوه، والجيل اللي عرف طعم الحرية اللي هو جيلنا ما نجمش يسلم فيها. وبش يكون الجيل اللي بش ينتفض ضد قصة حب السيستم والجهل، على خاطر حياتنا أهم، على خاطر حقوقنا أهم، ولا خاطر نحبوا نعيشوا، ولا خاطر عنا غضب ضد السيستم ينجم يبدل كل شيء. جريجمي التوتو جعفية من احتجاج الجمعة اللي فات من أجل المناخ، ما يمنعش شقولكم تحركوا أخرجوا طالبوا بحقوقكم، ما تسكتوش على المظلمة اللي تعيشوا فيها ولا تشوفوا في جهات أخرى تعيش فيها، على خاطر يلزمنا عدالة حقيقية وقيد باش نطبقوا العدالة الاجتماعية والمناخية. يلزمنا سلام حقيقي، يلزمنا برشا حب لبلادنا. Thank you.